أستاذ أحمد، سؤال من الأستاذ محمد خالد نور الدين الفرقة الأولى، وهو سؤال واضح أنه هو من واقع حديثك في الجولة الأولى من النقاش. هو بيسأل بوضوح، هل طالبان ستترك المجال لوجود الإخوان أو إعادة تشكيل نواة للإخوان في أفغانستان؟ طبعا هو سؤال مهم، بس انا كنت عايز اعرج فرقة على اولى كلية اقتصاد وعلوم سياسية، ما شاء طالبان الله. طالبان طالبان هي حركة دينية سياسية، شأنها شأن جماعة الاخوان المسلمين الارهابية، تنظيم داعش، لها اجنحة مسلحة، عملت مشاكل كبيرة جدا في وقت من الاوقات، الان يمكن في مرحلة كمون، هي الآن مسيطرة على الدولة، عندها تحالف دولي مع الجيران بيخليها في حالة كمون واضح، لكن تبقى سيطرتها على أفغانستان هذه الدولة الكبيرة المترامية الأطراف بتظل بيئة تتميز بموقع استراتيجي للغاية. طبعا طبعا، لكن بتظل هذا الموقع الاستراتيجي، هالجغرافيا الكبيرة هي حاضن ل كل الخارجين على القانون الدولي بما فيهم الجماعات الدينية الإرهابية. دي مشكلة طالبان الآن. إذا تخلص الطالبان من هذه الجماعات وتوظيفها واستخدامها على أراضيها وخارج أراضيها، أتصور أن طالبان من الممكن أن تدخل في بوتقة القانون مع الدول، سيما أن لديها جيران من الدول الكبرى، يعني فطن إلى فكرة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان حتى تكون بؤرة صراع وضغط على الصين، لأنه كان واضح جدا أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان كان هدفه هو خلق بؤرة توتر في هذه الدولة للضغط على الصين، حتى وإن كانت أفغانستان على طرف من أطراف الصين، إلا أن تكون بيئة حاضن للجماعات الإرهابية، مكان غير آمن، مكان يجمع كل الخارجين عن القانون في العالم لتكون بؤر التوتر على الصين. ده كان هدف كان واضح جدا من الانسحاب المباغت من الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان. أنا عايز أروح لنقطة مهمة جدا، الدور السياسي لوسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، الدور السياسي لوسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، الجماعات جماعة تنظيم الإخوان الدولي يستخدم الإعلام استخدام بيحقق مآربه وأهدافه بشكل واضح جدا. إن شئت فقل إن وسائل الإعلام بالنسبة لتنظيم الإخوان هي الجيش أو سلاح الجو المباشر في التخريب. يعني أنت ممكن، إحنا بنشوف دلوقتي لما 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 انتصرت ثورة المصريين في 30 يونيو، خرجت جحافل الإرهاب في مصر، وهرب من هرب، وسافر من سافر خارج البلاد، ظل جيش الإخوان الأساسي هو الإعلام. عشرات القنوات الفضائية في عدد من الدول تهاجم مصر ليلا ونهارا، عشرات من الصفحات الإلكترونية، المواقع الإلكترونية، العشرات اليوتيوبرز، كانت جيش حي كامل بيعبر عن تنظيم الإخوان. لا بقى بيستخدموا كمان على الذكر ده، يعني فيما يخص اليوتيوبرز بيستخدموا أنماط من الأشكال صحيح اللي تتسق مع الثقافة الغربية الحديثة دون تسمية هذه الثقافة، يعني. صحيح صحيح، برامج كاملة موجهة للداخل العربي، داخل المصري تحديدا، اطلاق شائعات ومعلومات مكذوبة ليل نهار. يمكن احد مشاكلنا احنا، مشاكل مصر مع تركيا الاساسية، هو اطلاق كل هذه يعني بعض البرامج. هم بقى لهم سنة ونص خلاص خرجوا من القصة دي، يعني دي كانت احد المشاكل الرئيسية. القنوات الفضائية التابعة لتنظيم الإخوان، عشرات المواقع، الصحف، حتى المنظمات الحقوقية اللي بتستخدم بيان واحد، ده بيتم عن طريق وسائل الإعلام الموحدة، بيبقى خبر واحد ممكن يكون في دولة من إحدى الدول الصغيرة، بياخدوا كل وسائل الإعلام ذات الوظيفة الواحدة الموجهة ضد الداخل المصري والداخل العربي لصالح تنظيم الإخوان الدولي. أنا شايف أنه وجود الإعلام وتوظيفه في المعركة في المعركة من تنظيم الإخوان الدولي ضد الدول العربية وضد الداخل العربي
هو أخطر شيء حدث في السنوات الأخيرة هذا التوظيف الإعلامي. كان نجح في أنه يكون أدوات اشتعال داخل الوطن العربي، كان كأدوات هدم داخل الوطن العربي. لك أن تعلم أن دول كبيرة جدا يعني خربت بالأساس عن طريق معلومات مغلوطة ومعلومات. إحنا هنا في مصر بنعاني يعني عشرات المعاناة من نتيجة هذه المعلومات المكذوبة طوال ليلا ونهارا. أنت كل يوم تسمع عن تقرير مكذوب ومعلومات خاطئة ولها استهدافات معينة، لدرجة أن مرة يطلعوا شائعات على المعاشات، صحيح، يطلعوا شائعات على المدارس والتعليم، يطلعوا شائعات على المستشفيات، صحيح، يطلعوا شائعات على التموين، وبالتالي يشعر السيد المواطن دايما ان قوته مهدد، ان ابنائه مهددين، وان الموضوع ما فيش اي حاجة. انت اكتر دولة مستقرة في المنطقة رغم الاضطراب الشديد، اكتر دولة بتحقق معدلات نمو في المنطقة، انت اكثر الدول امنا وامان في محيط مضطرب، انت جوارك الجغرافي يستمد استقراره منك، صحيح. هو بيحاولوا دايما يعني يفقدوه هذه الثقة.